السلام عليكم بنات مصر والوطن العربي، معكم محمود الشرنكاوي من قناه مابيت. والنهارده في حالتنا حارت عليكم مجموعه تمارين سوبر وكباره جدا لناحيه البطن وتنحيف الخصره. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعملوه 3 جولات في نص دقيقه، برضو هتعملوا التمارين دي 4 أو 5 ايام في الاسبوع مرتين في اليوم، يعني مره الصبح مره بالليل. لو عايزين تعرفوا معلومات نصايح اكلات تعليمات تساعد بجانب التمارين على انكم توصلوا للهدف بتاعكم بشكل سريع جدا، وان شاء الله هيكون مثلا في خلال 7 ايام او 10 ايام او 15 يوم، لان الموضوع بيختلف من جسم لاخر. افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل حلو قوي. فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرخين تماما عشان دلوقتي حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا.
بكده احنا خلصنا حلقتنا. لو سمحنا بتعرفين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارفع عليه في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدر تتواصل معي على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله متاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده اللي بتنزل على قناتي ولا برسلها كمان كل يوم. برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. بيس.